ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على أداة أو موقع من أهم مواقع الذكاء الاصطناعي بلا استثناء. هو عبارة عن أسيستنت أو مساعد. الأداة ديت هتمكنني من استخدام جميع الأدوات اللي أنت بتحلم بيها أو اللي أنت سمعت عنها في الذكاء الاصطناعي بالكامل، حتى المدفوع منها هتديها لي هنا الأداة ديت مجانا. وخلي بالك من حاجة، مش بس كده، لا ده هتمكنني من إنشاء مواقع بالذكاء الاصطناعي أنا اللي هعملها، وهتبقى بحسابي أنا وهتبقى خاصة بي أنا. يعني أنا كمعلم كمبيوتر مثلا في الصف الثاني الثانوي عندي مثلا لغة البي اتش بي، في الصف الأول عندي مثلا الفيجوال بيزك، عندي عاوز أدربهم مثلا على أي حاجة، عاوز أي حاجة شغلهم ممكن ان انا اعمل لهم حاجه زي شكل الشات جي بي تي كده باللغه اللي انا عاوز ادربه عليها. وبالتالي اعمل الطالب بتاع الصف الثاني شات بلغه البي اتش بي واقول له اتفضل اهوت، وادخل اساله على اي حاجه، يدخله على يساله على اي حاجه بالبي اتش بي يجاوبه، يقول له عاوز كود، عاوز اي امر، يشرح، هيديك كل اللي انت محتاجه. تمام؟ لا ومش كده وبس، كمان ده هيمكنك ايمان ان انت تقدر تعمله في كل المجالات بتاعتك. وفي مفاجاه في اخر الفيديو، انتظروني. يلا بينا. هنا هنكتب في جوجل بو، ده الموقع بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. موقع اسمه ايه؟ بو. هدخل فيه بو فاست هيلب اي اي شات. طبعا ده عباره عن موقع دردشه سريع مفيد باستخدام الذكاء الاصطناعي، سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. هنا بيقول لي انت هتسجل بايه، انت مسجل قبل كده ولا هتسجل بيه حساب يوز افون تليفون ولا كونتينيو ويز جوجل ولا الابل. طبعا انا هسجل مثلا بحساب وليكن جوجل، هدخل على جوجل وابدا اسجل بحساب الجيميل اللي عندي. طبعا ينفع اسجل على الموبايل؟ اه. لا ومش بس كده، ده في تطبيق له خاص بيه على الموبايل كمان، هنشوف ازاي دلوقتي. هنا مجرد ما انا سجلت بس ضغط على اللي هو حساب الجيميل ودخل سجل وكلام من ده. طبعا ديت الايه المشروعات اللي قبل كده اللي انا عاملها اللي هو الشات الخاص بيا. هنا بص كده حضرتك، هنا اسيستنت، هنا ويب سيرش، هنا شات جي بي تي 4. ايه ده شات جي بي تي 4 ده عشان اشترك فيه بيخليني ادفع $20؟ لا ده هنا بيديه مجاني. في مواقع كتير برضو هنا بيفتحها بالذكاء الاصطناعي، بيفتحها ممكن لفترات كبيره، ممكن يقفلها، ممكن يفتحها بعد كده اللي انت عاوزه. طب بص كده كمان، هنا اسيستنت، هنا الويب سيرش، هنا شات جي بي تي، هنا الديل اي 3 من المواقع المهمه جدا والمدفوعه. تمام؟ بص كده، دي كلها مواقع ايه؟ اوفيسال بوت، دي كلها مواقع مدفوعه. مدفوعه. تمام؟ اه طبعا اللاما الكود لاما دي كلها مواقع مدفوعه يا شباب. طيب بص كمان هنا الايه التورنت اتش تي ام ال سي شارب سي بي اي كل دي. بص دي شات جي بي تي اهوت، فتح انا ما خدتش بقى اضغط عليه اهوت، ابدا اكتب ويبدا يجاوب عليك. شات جي بي تي، اه شات جي بي تي بلاش، مش هدخل، مش هعمل حسابات ولا هو دي كل اللي انت هتعمل عليه، هتبدا تستخدم ده. طيب بص كده، اه في هنا حاجات برضو خاصه بالفوتو بالصور، كل اللي انت محتاجه. هنا برضو هتلاقي الميد جيرني، هتلاقي ليوناردو، طبعا ديت اللي هي الحاجات ميد جيرني اهوت بتاع الصور، ده طبعا ايه التوب بتاع برمجه الصور 3 دي ارت الكلام ده كله. ديزني، بص كل اللي انت هتفكر فيه هتلاقيه هنا، كل الادوات بلا استثناء هتلاقيها موجوده هنا. تمام؟ طيب انت قلت لي ادي ديت الادوات وتعرفت، وهنا كمان عندي اهوت الراجل هنا بيديني ايه ستارت نيو شات ان انا اقدر اعمل شات، وهنا ممكن ان انا اضغط على اول شات يجيب لي كل الايه المواقع او كل الادوات بتاعت الذكاء الصناعي اللي احنا ايه اشتغلنا عليها في الشات بتاعي. يور بوت هيبدا يفتح لي الملفات التبويبات. طيب انا عاوز هنا اعمل اللي انا عاوزه، ممكن اضغط كمان هنا على اللي هو القلم دهوت فيبدا يديني اللي هي عمليه ان انا اسال او الشات الخاص بالمساعد هنا، واقعد اساله في اي حاجه، هو هيدور في كل اللي قدامه ده ويبدا ان هو يجاوبني عليه. طيب هنا كده اهوت الاوامر بتاعتي. طيب بص، انت قلت لحضرتك ان انا ممكن اعمل شات خاص بيا او موقع خاص بيا انا اللي اعمله واخليه باسمي اني، وينفع الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اه. طب ازاي؟ بص كده حضرتك، هنا مكتوب ايه؟ كرييت بوت. كرييت بوت اهي ديت، هنضغط على كريت بوت هيبدا يديني الشكل اللي انت عاوز تشتغل. هنا طبعا الهاندل، الهاندل ديت حضرتك عشان تحط اسم فريد من نوعه يكون غير مألوف بالنسبه للناس، زي مثلا شات جي بي تي. طبعا هنا بيقول لك يكون من 4 ل 20 حرف. هو هنا طبعا هو كاتب اسم بوت كده زي اي حاجه انا استخدمته، عاوز تغيره غيره. يعني مثلا ممكن نغير ونجرب كده، اكتب هنا امين، طبعا بالانجليزي امين مسافة عشان مش مسموح بالمسافة.
الضريبي. تمام. طيب هنا برضو في اديت تابيكتشر، حضرتك مش عاوز الصوره ديت، عاوز صوره مثلا كمبيوتر، عاوز صوره مش عارف ايه، ممكن طبعا باي موقع من المواقع اساسا او الادوات الموجوده في البو ان انا اشتغل اللي هي الصور على ليوناردو اي موقع ميد جيرني الكلام ده كله، اقول له الف لي صوره كذا وهو يبدا يعملها لي. طيب هنا بيقول لك ايه، بوست بوت، هو هياخد الداتا بتاعته منين؟ طبعا هنا هيتوقف على حضرتك عاوز تعمل ايه، هل عاوز تعمله نصي ولا عاوز تعمله ايه. فهنا بص كده عندك الشات جي بي تي، عندك دال اي 3، عندك ستابل، عندك الكلاود، عندك اللاما، عندك جي بي تي 4. في فرق طبعا بين شات جي بي تي وفي الجي بي تي. الجي بي تي ده طبعا اللي هو بيغذي اغلب مواقع الذكاء الاصطناعي، لكن الشات جي بي تي دي اداه من ضمن ادوات الجي بي تي وليس عكس. تمام كده. هنا الكلاود، شوف اللي انت عاوز، انا هختار طبعا ايه شات جي بي تي مثلا عشان يبقى محاكي للشات جي بي تي بتاعه. تمام كده، وياخد يستعين بالداتا بتاعت الشات جي بي تي. طيب هنا البرومبت، هنا بتبدا تعمل الوصف التفصيلي اللي انت عاوزه ليه الموقع بتاعك. هنا طبعا كان مديني في البوت، هنا بيقول لي عندك نوعين، اما ان انت تستخدم اللي هو اليوز برومبت، يعني ان انت هتكتب مستخدمات، وهنستخدم النوع اللي هو سلوك البوت، فانا اخترت هنا البوت عشان خاطر اختار بوت شات جي بي تي، او يوز سيرفر. يوز سيرفر دي يعني هتجيب بلانك سيرفر وتبدا ان انت تشتغل عليه. تمام. فالافضل بالنسبه لي والاسهل طبعا ان انا اشتغل على اللي هو الايه، اليوز برومبت. طيب ضغطنا هنا على اليوز برومبت، قلنا شات جي بي تي. هنا بيجي يقول لي طيب، هنا اقول له او اخبره، اخبر الروبوت كيفيه الرد على المستخدمين، فيو بيست، التفضيل اللي انت بتكمله في البرومبت، اكتب هنا البرومبت اللي انت عاوزه، وكون العرض افضل او شكل افضل. فانا هنا اروح جاي كاتب له هنا اهوت، ويلكم اي ام امين الضريبي، اي ويل تراي تو انسر يور كويستشن، انا هحاول ان انا اجاوب على الايه، الاسئله بتاعتكم. هنا طبعا بيقول لك بعدها اللي هو ايه، جريتنج مسج، اعمل رساله ترحيبيه. هنا بيقول لك طبعا هلو اي ام، زي ما انا كنت كاتب امين الضريبي فوق، واهلا بيكم. طبعا الرساله دي هتظهر دايما في الشات بتاعك في بداية كل رسالة. فهكتب مثلا هنا طبعا دايما اللغة الانجليزي والعربي كده. طيب هنا مفيش مشكله. هنا طبعا بدا بعديها اللي هو يبدا يقول لي البوت بروفايل. البوت بروفايل هنا طبعا اللي هو الايه، الملف او السيره الذاتيه للبوت بتاعنا. البايو اللي هو السيره الذاتيه بتاعت البوت بتاعك. هنا هتبدا تقول الوصف بتاع الروبوت بتاعك هيعمل ايه او كلام من ده. حطيت الوصف هنا طبعا من 45 ل 4000. تمام التمام. خلصت، هضغط على كرييت بوت، يبدا هنا ان هو يبدا يعمل انشاء اهوت كاريت البوت بتاعي. كده انت عندك بوت شخصي تقدر ان انت تعمل مشاركه ليه. طيب انت قلت لي في مفاجاه، انت عارف المفاجاه عباره عن ايه؟ لحظه بقى. اهلا بكم معنا للرد على اسئلتكم في البرمجه. هنا طبعا اسمه ايه؟ امين الضريبي، اهو ديت الايه؟ البوت بتاعي اللي هو الايه؟ البوت بتاعي انا امين الضريبي. بص كده ان انت طبعا هنا هيبدا بس ان هو يكون الايه، الداتا اللي احنا عاملينها له. اهو هنا بقول ويتنج، بص هذا كده، انا عباره عن برنامج حواري يستخدم الاجابه على اسئلتكم وساعدتكم في ليس لدي هويه فرديه، بل انا مجرد برنامج يتفاعل بلغه البي اتش بي. يمكنك طيب اكتب برنامج جمع عددين بلغة ال PHP. هنا هو sending لجمع عددين، بالطبع هو البرنامج بسيط. ديت ايه؟ لغة ال PHP يا جماعة. يبقى انا اقدر اديها للطالب بتاعي يسأله على اي حاجة هو عاوزها هو هيجاوبه. طيب انا مش فاهم هو جاي كاتب ايه، الكلام اللي كاتبه ده. معلش العربي، اشرح لي الاكواد، مش فاهم انت كاتب ايه، ايه المشكلة؟ بص كده بالطبع،
بص هنا حضرتك شرح لي الاكواد باللغه العربيه. طيب هاخد دلوقتي البرومبت بتاع المشاركه، العنوان بتاعي، وهشاركه لجميع الطلبه عندي دلوقتي واشوفهم هيعملوا ايه ويتفاعلوا معايا ازاي. طيب انت قلت لي في بقى ايه مفاجاه، فين المفاجاه بقى؟ عاوزين نفرح كده. اه عندي هنا حاجه اسمها الكرياتيرز او المبدعين، دهيت الكرياتيرز ديت او المبدعين. انت فاكر ان انت عملت الشات بتاعك ده والبتاع وهنسيبك كده يا عم؟ لا، امال ايه ده؟ بقول لك حضرتك انا ممكن ان انا اخليك تربح على الاقل $20. تعال كده نبص، انا عشان خاطر اللغه رحت، بس احنا ايه لازم هنعمل ايه، انيبل ناو، نفعل بس الخدمه بتاعت المبدعين، وبعد كده حضرتك هيبدا ان انت مجرد ما ان انت هنا طبعا تختار الدوله بتاعتك. انا طبعا ايجيبت مصري، هعمل سيف نيفيكيشن انفايت. طيب بص كده هنا فعلنا الخدمه، بص كده هيقول لي ايه، احصل على المال باعتبارك منشئ روبوتات عندما تقوم باحضار المستخدمين، لما تدعي ناس ان هم يشتغلوا من خلالك تقسم الايرادات، يعني هتاخد ايه جزء من الربح بتاعه. اربح ما يصل الى $20 لكل مستخدم يشترك بسبب برنامج الروبوت الخاص بك، يعني هدي له الموقع لو دخل من خلالي هاخد $20. طب التسجيل، انقر على زر التمكين اللي احنا ضغطنا عليه، المشاركه شارك الروبوت الخاص بيك اللي هو دهوت، هبدا اشارك الموقع بتاعي اللي انا كنت شغال عليه دلوقتي. طيب هنا ضبط حدود الرسائل، بعد كده بقى حضرتك ممكن ان انت كمان تظبط تخلي امكانيه استخدام، وده بيحصل كتير دلوقتي، تبص تلاقي ان انت دخلت في موقع مجاني بعد يوم ولا اتنين ولا شهر حتى، تبص تلاقي بيقول لك لا ده انت لك باقه معينه، لك 10 استخدامات في اليوم، 10 في الاسبوع، 10 في الشهر، طب عاوز اكتر من كده، ادفع دولار، ادفع $20، ادفع $5، ادفع زي ما انت تتفق. يبقى انت ممكن تحوله بعد كده لما تفوق، يرسل رسائل الى البرنامج الروبوت الخاص بك سيبدا قريبا، قم بمراجعه اللي هو التطوير ازاي ان انت يوصلك الفلوس ازاي، ترقبه طرقا اكثر اثاره للربح مع بو. تمام، يبقى هنا انت عملت الشات بتاعك اهوت، ده اللي انا عملته اهوت، اقدر ان انا اخد اللينك بتاعه دلوقتي وابعته لاصحابي والطلبه بتوعتي. هنا طبعا لو انا عاوز اعمل السيتنج اعدل عليه حاجات كلام من ده، ادخل اهوت ده الشات اهوت، البيانات بتاعتي اهيت، لو انت حضرتك حابب ان انت تعدل عليها حاجه زي مثلا الصوره، لا مش كنت عامل صوره يا اخي، انا عاوز ارفع صوره حلوه، ارفع اللي انت عاوزه. يبقى هنا البو تقدر من خلاله. طيب في هنا حاجه كمان مميزه، اه نسيت اقولها، بص كده حضرتك لما انزل هنا، هنا برضو فيدباك، هنا السيتنج او الاعداد بتاعت الموقع ككل بقى، هنا بص داونلود اي او اس اب، مش في اي مشكلة، اندرويد داونلود ويندوز اب، ايه ده يعني ممكن انزله للايفون، ممكن انزله لبرامج الاندرويد، ممكن انزل تطبيق بدل الموقع انزله على الكمبيوتر، كل اللي انت محتاجه اهو، كل الامكانيات متاحة عند حضرتك ان انت تقدر تشتغل على البو باي طريقة إن كانت انت تقدر تستخدمه اهو. تقدر بقى نفتح البو تاني ونبدأ نشتغل، طبعا ممكن ان انا اضغط على الثلاث شرط دول فيقلل لي المساحة العمل اللي هنا ديت عشان يكبر الشاشة قدامي لو انا عاوز ان انا اشتغل على الشاشة بشكل اكبر، اضغط عليها تاني يبدأ يعملها لي. هنا ابدأ اشتغل، شوف الاوامر اللي هنا، موقع صراحة ربنا يجازي اللي عرفنا عليه خير. اتمنى اذا عجب حضرتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب واشتراك معانا في القناه، تفعيل زر الجرس لتصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.